بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب بمحاضرات الكيمياء الحياتية للفصل الثاني. حدثنا بالفصل الأول، أخذنا عمليات الأيضية، الأغذية اللي نتناولها داخل جسم الإنسان، كيف أنه تخزن، كيف أنه تتم أيضها وتحويلها من مركبات إلى مركبات أخرى. وأيضا أخذنا أهمية سريرية وأهم الأمراض اللي ممكن يتعرض لها الإنسان نتيجة حدوث خلل في أيض هذه المركبات الغذائية. اليوم راح نبدي بموضوع وهو موضوع التغذية. كيف أن الإنسان نقيم هل هو جسمه صحي أو غير صحي، وأيضا حتى نعرف الغذاء الصحي اللي نتناوله وشون نتحكم بالكمية مالته، وأيضا للأشخاص اللي هم عندهم انخفاض بالوزن كيف يعملون على انه يحسنون من وجبتهم الغذائية حتى يزيد عليهم وزن، وايضا الاشخاص اللي هم يعانون من زيادة بوزن كيف انه يتعاملون بالحمية الغذائية وبالتالي يخفضون وزنهم الطبيعي. خلونا نتوكل. عنوان المحاضرة اليوم هو توازن الطاقة والتحكم بوزن الجسم. راح نتعرف عليها بهاي المحاضرة، هو تقييم الوزن الصحي للجسم من خلال حساب كتلة الجسم وحساب نظام توزيع الدهون في الجسم، وكذلك معرفة نسبة الدهون إلى كتلة الجسم. أيضا راح نتعرف إنه كيفية حساب الطاقة المتوفرة من وجبة غذائية من خلال معرفة مكوناتها، و أيضا كيفية استخدام الفرجال لقياس محتوى الدهون في الجسم، وكيفية حساب متطلبات الطاقة لعمليات الجسم الرئيسية والنشاط البدني والطاقة المصروفة لعمليات الهضم والغذاء، وكذلك الطاقة المصروفة في الظروف الاستثنائية الأخرى اللي يتعرض لها الشخص بشكل مفاجئ. إن شاء الله راح نتعرف عليهم في سياق هذه المحاضرة. ابتداء الوزن الصحي للجسم، هناك عدة طرق تستخدم لتقدير أو لتحديد الوزن الصحي للجسم. نأخذ أبرز هذه الطرق وهي باستخدام البادي ماس إندكس، واستخدام البادي كومبوزيشن، واستخدام طريقة الفات ديستريبيوشن ماتريكس، توزيع الدهون على الجسم. الطريقة الأولى اللي هي معدل كتلة أو مؤشر كتلة الجسم، ورقم يحسب من قسمة كتلة الجسم على طوله، ويستخدم هذا القياس لتحديد مشاكل الجسم لدى البالغين. بس نشوف ليش لدى البالغين. يعتبر هذا القياس غير تشخيصي للأمراض. طبعا اللي هي السبب ممكن أن يكون هذا القياس مرتفع لدى شخص ما، ولكي يعتبر هذا الوزن خطرا يحتاج لإجراء قياسات أخرى، لأنه ارتفاع هذه النسبة لا يعني أنه داخل في مرحلة الخطأ، لذلك يحتاج أنه يجري قياسات أخرى، مثلا قياس سمك الجسم، أي سمك الطبقة الدهنية راح نتعرف عليها شلون راح نقيسها. تمام، شوف نلاحظ في الشكل أدنى قياس البادي ماس إندكس، المعادلة هي تتضمن حساب وزن الجسم، كتلة الجسم بوحدة الكيلوغرام. الوحدات لا مهمة، هتلاعتكم نسبة طبيعية. فنوزن نفسنا ونشوف وزننا بالكيلوغرام، بعدين نقسم الوزن مالتنا على الطول الشخص، الطول الشخص بالمتر تربيع. الوحدات مهمة، المتر تربيع. راح تطلع عندنا نسبة. إذا كانت النسبة هنا هي ما دون 18.5 يعتبر شخص نحيف، إذا كانت من 18.5 إلى 24.9 يعتبر شخص طبيعي، من 25 إلى 29.5 يعتبر عنده زيادة بسيطة بالجسم يحتاج إلى عمليات رياضية حتى يتخلص من هذه الوزن الزائد، إذا كانت النسبة من 30 إلى 34.9 يعتبر الشخص سميم، وإذا كانت أعلى من 35 يعتبر الشخص هنا بدين، والبدانة هنا خطرة جدا. طبعا السمنة أيضا خطرة، البدانة خطرة جدا.
احنا عندنا ملاحظة انه لا يتم استخدام هاي المعادلة اللي هي الوزن الكيلوغرام على الارتفاع او طول الشخص بالمتر تربيع، لا تستخدم هذه المعادلة على الاطفال، لان الاطفال في مرحلة نمو، ولا على البالغين بالعمر، وكذلك لا تستخدم للحوامل والمرضعات ورافعي الاثقال. طبعا السبب انه كل هؤلاء لهم فد نظام او معادله خاصه لحساب هذا المؤشر او لحساب هذا القياس، اعتبار انه يعانون من ظروف ومن حالات استثنائيه. لذلك ما نقدر مثلا ناخذ مثال على المراه الحامل. المراه الحامل ما يقدر تقيس لها هذا القياس وتعتبر انه هذا صحيح، لان اكيد تعاني من زياده بوزن، فهاي الزياده بوزن ما معناها انه هي عندها حالة بدانة، وإنما زيادة وزن ناتجة من نمو جنين، يعني نمو جنين هاي المرأة وإلى آخره. طيب أتمنى أنه يكون هذا المؤشر واضح لكم. أرجوكم واجب بيتي، الواجب يعني أترجاكم الطالب خلد زيادة على التليجرام، اعتقد واضحة على التليجرام الطالب يدز لي الواجب مالته حتى اضمن بانه استلمت الواجب. موعد اخر موعد تسليم الواجب هو يوم الثلاثاء مساء، يوم الثلاثاء مساء، يعني الاربعاء ما استلم اي واجب. ايضا هنا شوف الواجب هو يتضمن حساب البادي ماس اندكس لك شخصيا انت، تمام لك شخصيا، ما اريد تروح تحسب لي، ما اريد النقل بيناتكم والتناقل. ارجوكم خلونا نبدي بداية جميلة لطيفة، وان شاء الله اني يعني في خدمتكم، اني ان شاء الله انا افيدكم، بس العيد معكم وتتعاونوني وتتزمون باللي اريدكم به. فالواجب الاول اللي اريد معكم هو حساب البادي ماس اندكس لحضرتك انت كطالب او كطالبة، وانت البنات لا تشذبن احكي الحقيقة، وتحسبوا لي هاي النسبة وتدزوا لي على التليجرام. طيب هذا هو القياس. نجي هسه على القياس الثاني وهو تكوين كتلة الجسم، طبعا واللي يتم من خلالها حساب سمك العضلات والطبقات الدهنية ونسبتها الى كتلة الجسم. طبعا هي طريقة تستخدم بافتراض انه الجسم يتكون من طبقات دهنية ويتكون من انسجة اخرى لإضافة الى الماء، تمام. طبعا هذا المقياس يعتبر مؤشر مهم لمعرفة الأشخاص ما إذا كانوا يمتلكون وزن زائد أو نقص بالوزن. مثلا بعض الأشخاص يصنفون على أن وزنهم طبيعي، يعني مثلا بالبدي ماس اندكس مالتهم يصنف على أنه هذا وزنه طبيعي أو عنده نقص بالوزن. باستخدام هذا المقياس يظهر عندهم زيادة بالدهون. طبعا هنا الزيادة بالدهون نتيجة عدم النشاط، عدم الحركة، فتشوف انه بهذا المقياس تعرف انه عنده زيادة بالدهون. لكن تجي بالتصنيف بودي ماس اندكس، لذلك احنا قلنا ذاك القياس الاول هو ما يعتبر تشخيصي، تمام. فنتيجة طبعا قلنا عدم النشاط والحركة عنده زيادة بالدهون، لكن هو يصنف على انه شنو؟ على انه وزنه طبيعي. طبعا هناك اخرين يصنفون الاشخاص على انهم عندهم زيادة بالوزن، لكن نجي لهذا المقياس من القيسة نلاحظ انه نسبة الدهون قليلة. طبعا هاي اكو ناس يقول عليهم هم ابو مخشين. طبعا من اسباب هذا، اهم الاسباب الرئيسية هو زيادة نسبة السوائل داخل جسم الانسان. اكو بعض الاشخاص اللي هم عن المرض يتناولون بعض انواع العقاقير اللي تحفز على يتحفز الجسم على انه يحافظ على السوائل وعدم اخراجها من الجسم عن طريق اليورينيشن او عن طريق التعرق، وهذا راح يؤدي الى انه زياده بالوزن. لكن الحقيقه هي تجي لهذا المقياس الجسم الدهون طبيعيه، لذلك يعتبر هذا المقياس مهم جدا في تحديد الاشخاص والانواع. طبعا نشوف شلون ناخذ هذا المقياس. اكو في رجال
موجود هو بالأدوات، يعني موجود عند المكاتب الخاصة بالأجهزة والأدوات الطبية، احتمالها بالصيدليات. هذا الفرجال إنه تقيسه، تأخذ طبقة من الجسم، خصوصا يعني منطقة القصر أو منطقة دهنية أو عضلية، تأخذها وتقرص به كما تشوفون عندنا بالشكل. وبداية الألم، بداية الألم يعني قرصة مو كلش، يعني بداية تشوفون طبقة اللي هي انطبقت يعني تمام، ثنت تماما. هنا راح نثبت عندنا الرقم. بعد ما نثبت الرقم عندنا، يعني مثلا ناخذ مثال للرجال، راح تجون تحطون الرقم هنا، تحطون الرقم هنا تمام. طبعا هنا بالعمر، بالعمر هنا هذا العمر، تمنيا عمر تصنف نفسك، تجي تحط الرقم هنا وتشوف نفسك وين موجود بأي رقم. بعد هذا الرقم من تاخذه، تجي تروح تسوي نسبة وتناسب مع كتلة الجسم بشكل عام تمام، كتلة الجسم بشكل عام، طلع لك هنا عندك نسبة مئوية تمام، نسبة عندك مئوية، يعني إذا كانت إنه النسبة أقل 8% طبعا حسب الأعمار، أقل 8 مثلا للأعمار عمرهم 20 إلى 39 سنة أنتم مستهدفين بها. فإذا كانت أقل 8% يعني منخفض نسبة الدهون عندك، إذا كانت من 8 إلى 20% يعني جسمك صحي، إذا كان عندك من 20 إلى 25% معناها عندك زيادة، وإذا أكثر من 25 عندك سمنة. نفس المبدأ يطبق على النساء الفيميل، ولكن عندنا اختلاف بالأرقام وبالنسب مثل ما تشوفون حضراتكم. طيب طبعا هذا ما طلعت عليه واجب لعدم ضمان انه راح تحصلون من هذا الفرجان. ناخذ الطريقة الثالثة حتى نشوف الجسم صحي، معرفة صحية الجسم او جسم الصحي اجسامكم، يعني انا اقصد عليها هل اجسامكم صحية ام لا. طبعا نحسب هنا انماط توزيع الدهون في الجسم. طبعا لتقييم صحة وزن الجسم من الضروري معرفة نمط توزيع الدهون بالجسم، لأن بعض الأشخاص يعني يتم توزيع أو يخزن عندهم الدهون في منطقة الخصر أو البطن، وهذا نسميه أبل تايب تمام، مثل ما هذا موجود عندنا بشكل أبل تايب. إنه بعض الأشخاص لا، يصير عندهم تخزين الدهون في منطقة أسفل الظهر، وذاك نسميه النوع بير تايب، بير شيب. بعد طبعا النوع الاول هو اكثر خطوره، واكثر الشخص المصاب به هو اكثر خطوره واكثر عرضه للاصابه بالامراض. طبعا وهاي الحاله هي منتشره لدى الرجال، اللي هي سم النوع الابل تايب، اكثر من نوع ما في النساء. النوع الثاني هو يكون عادة أقل خطورة للإصابة بالكرونيك ديزيز، إصابة بالأمراض الدهنية الشاعة اللي أخذناها بالمحاضرات الخاصة بأيض الدهون. إذا النوع الأول هو أخطر من النوع الثاني، النوع الأول أكثر انتشارا لدى الرجال من النوع الثاني. طيب حتى نقدر او حتى نعرف باجسامنا او توزيع الدهون باجسامنا من اي نمط، ناخذ هاي الطرق، نستخدم هاي الطرق حتى نعرف. طبعا هنا شوف امامنا بالرسم، اولا راح نحسب بمقياس المتريه اللي تستخدم بالخياطه، هي متوفره بالبيوت، اكثر البيوت متوفره بها. يعني استخدام وحده الانج، استخدام وحدة الانج. راح نقيس الحجم او نقيس المسافة في منطقة البطن، نعرف جد القياس منطقة البطن، منطقة الوسم. بعدين راح نعرف ايش قد قياس منطقة الهب،
وبعدين النتائج راح تطلع عندنا، راح نقسم منطقة المقياس اللي يطلع عندنا منطقة البطن على المقياس إلى منطقة الهب، هنا راح تطلع عندنا نسبة. تمام، طبعا أيضا هو المقياس يستخدم لتشخيص الحالات المرضية خصوصا بأمراض القلبية. إذا كان طبعا هنا ملاحظة أن عندنا في الفيميل، إذا كانت نسبة منطقة البطن هي أكبر من 35، أي يعني أكبر من 88 سنتيم، تمام؟ طبعا هنا عندنا شنو حالة يدل على أنه مصابين بالكرونيك ديزيز، يعني السمنة عندهم حالة مرضية مزمنة. وبالنسبة للرجال أكثر من 40 إنج، أي ما يقارب 102 سنتيم، تمام؟ فالشخص إحنا بنأخذ القياس، نحسب منطقة، نقيس منطقة البطن، إذا كان أكثر من 40 إنج يعني أكبر من 102 سنتيم، هاي بالنسبة للرجال. وبالنسبة للنساء إذا أكثر من 35 إنج، أي أكثر من 88 سنتيم، يعني إحنا مصابين بزيادة وزن مزمنة، تمام؟ فاحنا هنا نشوف النسب الطبيعيه اللي عندنا تظهر لنا. طيب اذا كانت النسبه، يعني بعد احنا ما شوف بعد ما قلنا بمعادله، شوف نقطه 3، بعد ما قسمنا القياس منطقه البطن على القياس منطقه الهب اللي هي اسفل الظهر، تمام؟ فلدى الرجال اذا كانت اقل من 9.9 معناها انه ما عندنا مشاكل وما عندنا حالات مرضية أيضية خاصة بالقلب. إذا كانت نسبة من 0.9 إلى 0.9.5 إنه الشخص معرض للإصابة بأمراض السكر، أمراض القلب، الصدمات، الجلطة إلى آخره، بنسبة متوسطة يعني معرض للإصابة. إما إذا كانت النسبة أعلى من 0.95 والنساء من 0.9 فمعناها انه الخطر شديد، والشخص اذا ما كان هو حاليا في بداية الاصابة فهو معرض جدا بالقريب انه يصاب، فلذلك الشخص يكون في حالة خطرة جدا ويجب ان يعالج. طبعا ناخذ مثال، نقول شخص يبلغ من العمر 45 عام، تمام؟ اذا كان الخصر مالته 50 انج، وكان منطقة الهب مالته هنا 40 انج، هنا لازم يعني نجاوب. طبعا هاي الامثلة ممكن تجيكم بالامتحان، هاي المحاضرة مهمة وهي اكيد يجي عليها سؤال بالامتحانات، وهي بسيطة وعمليات حسابية، فارجو من الطالب ان ياخذ هاي المحاضرة على محمل الجد، ان شاء الله راح نسوي بها امتحان احنا الاسبوع القادم ان شاء الله. طيب هنا يقول احسب النسبة منطقة الوست إلى منطقة، شوف هنا النسبة هي كانت 50 إلى 40، قال 40 فتكون النتيجة 1.2، 1.2 وهنا هو مان شخص، فأعلى من 0.95 معناها مرحلة خطرة. يقول شو نوع النمط مالته؟ طبعا النمط مالته بما أنه منطقة البطن هي أكبر أو يعني أسمن من منطقة القسم، منطقة البطن 50، منطقة الأسفل الظهر 40، فبالتالي من يا نوع، من يا نمط؟ أكيد أبل شيب فات ديستريبيوشن، يعني نمط في الأبل تايب. طيب نانا يقول إز هي إن ريسك فور كرونيك ديزيز، وليش؟ طبعا دي أكيد هو في حالة ريسك، ليش؟ لأن أولا منطقة أسفل منطقة البطن مالته أعلى من 40 إنج، إحنا قلنا حد 40 بالنسبة للرجال، هو أكبر من 40، 50. أولا ثانيا النسبة مالته قسمنا نسبة منطقة الخصر على منطقة أسفل الظهر، فكانت النتيجة 1.2، فبالتالي هي أكبر من 0.95، فبالتالي إنه الشخص معرض للإصابة إذا ما كان هو أصلا مصاب بأحد الأمراض الخطيرة اللي تناولها، تناولناها العفو بالكورس الاول، وهي داء السكري او امراض القلب او الجلطه والى اخره من الامراض الاخرى. هنا راح يجينا تمرين 2، الواجب الثاني هو كل واحد اريد عنده يحسب لي الويست تو هيب ريشيو الخاصه بي ايضا،
وايضا راح يحدد لي نمط توزيع الدهون بالنسبه له، وهل هو في مرحله خطر بالنسبه للنقطه عن نسبه ماتل على هاي الارقام، هل هو في مرحله خطر او مرحله خطر. اكرر لك شخصيا، اولا هنا راح نعرف كل شخص هل هو في ما يعني كل ما انا ما اريد واحد ينقل من الثاني ولا واحد ياخذ من الثاني ولا واحد يكذب عليه، وان شاء الله كلكم تصادقين ماكو ما عندنا هيك حاله. فهنا نريد نعرف كل واحد يريد يعرف هل هو في حاله صحيه وحاله غير صحيه. فلذلك اللي اطلبه من عندكم انه كل شخص يدز لي نتائجه الخاصه به هو، تمام. طبعا هنا عندنا سبع تمارين، ما معقوله انه واحد يتشابه بسبع ارقام، لان اذا شخص يتشابه اذا شخصين يعني يتشابهون بسبع ارقام فهذول شنو من الله خالقهم؟ شنو نسخه واحده؟ فاكيد لازم كل واحد ارقام راح تختلف عن الثاني وان شاء الله خير. طيب هنا انا اريد الشخص انه ياخذ لي يحسب لي النسبه ويحسب لي هو من اي نمط عنده، وكذلك يحسب لي هل هناك عنده خطوره مصاب بالكرونيك ديزيز لو ما مصاب. طيب ان شاء الله كلكم في صحه. الان ناخذ الشطر الثاني من محاضرتنا اليوم وهي توازن الطاقه. طبعا من اجل الحفاظ على جسم صحي هنا يجب عندي ان يتساوى معدل تناول الطاقه مع معدل مصروف الطاقه، يعني يتساوى معدل الطاقه اللي نحصلها نتيجه تناول الغذاء مع معدل الطاقه اللي نصرفها نتيجه اعمالنا اليوميه او وظائف اللي نؤديها داخل الجسم او خارج الجسم. طبعا نشوف مثلا احنا ليش نريد نحسب هاي الناس، مثلا اذا شخص يتناول طاقة بما يعادل 3000 كيلو كالوري، وانه هذا الشخص يؤدي وظائف داخل الجسم وخارج الجسم بمقدار 3000 كيلو كالوري، هنا ما راح يصير عنده زيادة ولا نقصان بوزن. فبالتالي هنا الانيرجي بالانس اكويليبريوم ايش بيه؟ هو ان اكويليبريوم مثل ما تشوفون بهذا الشكل. اما اذا كان عندنا شخص هنا ناخذين يعني فيميل مثلا تتناول الغذاء بما يعادل 4000 كيلو كالوري، حقيقه ما تؤدي اي عمل، فالوظائف اللي تؤديها نظام الحياه مالتها يعادل صرف طاقه بما يقدر 2000 كيلو كالوري. هنا ايش حيصير عندي؟ حيصير عندي زياده بالوزن، فهذا شو نسميه؟ نسميه بوزيتيف انرجي بالانس. بوزيتيف انرجي بالانس. اوكي. النوع الثالث لا بالعكس، نقول انه الطاقه اللي يتناولها ما يعادل 2000 كيلو كالوري ويصرف طاقة نتيجة جهد العمل أو العمليات الأيضية داخل الجسم بما يعادل 3000 كيلو كالوري، فبالتالي هنا شنو عنده؟ انخفاض بالوزن. هذا نسميه نيجاتيف انرجي بالانس، تمام. طيب خلينا نشوف شلون نقدر نشوف هاي الوحدات، شلون نقدر نميز بينات، شلون نقدر نعرف انه كم، شلون نقدر نوازن بين الطاقة اللي نحصلها مع الطاقة اللي نصرفها. خلينا نتعرف على شنو هي الطاقة اصلا. طبعا هنا اذا شوفنا هذا البالانس، الطاقة اللي نحصلها احنا للغذاء ناخذه هو اما يكون على شكل بروتين او كربوهيدرات او بشكل فات، تمام، او كحول وهذا مو عندنا. الطاقة المصروفة هنا هي نقسمها الى عدة اقسام، الطاقة العمليات الايضية الاساسية والطاقة اللي تنصرف ب العمليات الأيضية داخل جسم الإنسان الأخرى، والطاقة اللي تنصرف بنظام حياتنا أو عملنا اللي يقوم به نشاط الجسم، وأيضا الطاقة اللي تنصرف نتيجة العمليات الفسيولوجية الأساسية، التنفس، ضربات القلب، العضلات اللا إرادية، يعني هسه ناخذها كلها هسه إن شاء الله، وأيضا الطاقة اللي تنصرف نتيجة تعرض الشخص لحالات مفاجئة مثلا طقس بارد، مثلا صدمة، واحد من الخرعة مثلا يخترع نقول عليه شيء، ومثلا يصاب بألم معين، يعني من الحالات هاي يسموها استثنائية، هاي طاقة استثنائية في وقت محدد بعمليات محددة، تمام. بس نشوفها شنو. طيب بالنسبة للطاقة اللي نحصلها، طبعا نحسبها احنا بالكيلو كالوري باليوم الواحد، بالكيلو كالوري باليوم الواحد. فلكل غرام واحد من الكربوهيدرات نتناوله يوميا يعطيني 4 كيلو كالوري، بالنسبة للدهون يعطيني 9 كيلو كالوري،
بالنسبة للبروتين ينطيني 4 كيلو كالوري، بينما الكحول تعطي 7 كيلو كالوري. طيب خلينا نجي الى هاي اللي احنا نحصلها، فناخذ عليها مثال، نقول نكوب من يسموها شوربة الشوفان، هنا مكوناتها تحتوي 6 غرام من البروتين، وتحتوي 25 غرام من الكربوهيدرات، وتحتوي 2 غرام من الفات. هنا يقول احسب كمية الطاقة لهذا الشوربة، ايش قد نحصل من عندها طاقة؟ فالجواب راح يكون كالتالي، اولا من البروتين، البروتين يعطيني كل غرام يعطيني 4 كيلو كالوري، بينما اذا عندنا 6 غرام فنضرب 4 في 6 تعطيني 24 كيلو كالوري. طيب للكربوهيدرات تعطيني 25 في 4 تعطيني 100 كيلو كالوري. نفس الشيء للدهون، نضرب 2 عندنا غرامين وهي 9، ف 2 في 9 18 كيلو كالوري، نجمع كلها، فاذا من كوب واحد من شوربة راح نحصل 142 كيلو كالوري على نسبة الغرامات او نسبة المكونات اللي عندنا اعلاه. هنا راح يجينا مثال واجب بيتي، هو احسب الكالوري اللي نحصلها من الاطعمة الغذائية اللي تناولها، الوجبات السريعة. اولا الشيبس، اذا عندنا 20 قطعة شيبس تحتوي على 10 غرام من الدهون و15 غرام من الكربوهيدرات، 2 غرام من البروتينات، فاحسب لي ايش قد التوتال كيلو كالوري نحصلها من 20 قطعة شيبس. وايضا الثاني اريد من نوع من انواع المعجنات او مثل البسكويت، المعجنات، هاي المعجنات اللي موجودة جاهزة، مثلا نوع من انواع توداي، هاي تحتوي على 17 قطعة مثلا تناولت انت، 17 قطعة تحتوي على 0 غرام من الدهون، وتحتوي 24 غرام كربوهيدرات، وتحتوي 3 غرام بروتين. تمام، احسب لي التوتال الكيلو كالوري لهذني الوجبات السريعة اللي متناولها. طيب الان هذه كان الكلام على الطاقة، الانتيك انرجي، الطاقة اللي احنا نتناولها اللي ناخذها. هسه خلينا نجي الى الطاقة اللي نصرفها، اللي مصروفها، طبعا هي الطاقة اللي يصرفها الجسم للحفاظ على وظائفه الفسيولوجية، مثل التنفس، ضربات القلب، الحفاظ على درجة حرارة الجسم، اعادة بناء الخلايا، هاي داعش عليها انه معدل ايضا الاساسي، هي الطاقة اللي يصرفها الجسم للحفاظ على وظائفه فاستجيب، مثل التنفس، ضربات القلب، الحفاظ على درجة الحرارة، تنعات بناء الخلايا، تدوير الخلايا الميتة وغيرها. طبعا هاي تمثل من 60 إلى 75% من معدل الأيض الأساسي للجسم. طيب نسميه باسل ميتابوليك ريت اللي هو BMR. هنا حتى نحسب انه كمية المعدل الأيض الأساسي بالساعة الواحدة بالنسبة للرجال، فيتم حسابه من خلال ضرب وزن الجسم بالكيلوغرام في خلال الساعة، نضربها في 1 كيلو كالوري، وإذا ردناها خلال اليوم فنضربها في 24، إيش قد وزنك أنت اضربها في 24 ساعة تطلع عندك ايش قد معدل ال بي ام ار لك. واذا ردناها للنساء فانت ايش قد وزنك اضربي في 0.9 كيلو كالوري، وبعدين اضربيها في 24 يطلع عندك النسبه الطبيعيه. طبعا العوامل اللي تاثر على البي ام ار هي العمر، لانه الاشخاص مثلا الاطفال هم قبل عمر 5 سنوات في مرحله نمو العقل، وكل العمليات الفسيولوجيه في مرحله نمو، تمام، فتكون نسبه البي ام ار لهم اقل. خفيضا ان انا الميرز، طبعا نوع الجنس الميرز تمتلك بي ام ار
أعلى من الفيميلز، الميلز يمتلكون بي ام ار أعلى من الفيميلز. أيضا درجة الحرارة، انه برود درجة الحرارة راح يزيد لي من البي ام ار. يعني مثلا اللي عايشين بمنطقة الباردة، منطقة أوروبا، منطقة الإسكيموز، المنطقة الباردة، نعم نسبة البي ام ار لهم أعلى من نسبة البي ام ار لنا. ليش؟ لأنه حتى الجسم يحافظ على درجة الحرارة اللي 37، يصرف طاقة أكثر مما احنا نصرفها باعتبار احنا أقلية. طيب أيضا التمارين أو التمرين أو الإجهاد، كل هذا راح يأثر على البي ام ار. طبعا حالة الجوع الشديد ايضا راح ياثر، راح يقلل لي من البي ام ار. ليش؟ لانه بالجوع الشديد الجسم يحاول يصرف طاقه اقل ما يمكن حتى يحافظ على ما تبقي عنده من الطاقه. في حاله الشخص اللي يصاب بالحمى، انه نسبه البي ام ار تزداد 12% من قيمتها بكل ارتفاع في درجه الحراره. ايضا تاثير الغدد الدرقيه، لانه باعتبار هي ذا تأثير مباشر على عملية تنظيم الأيض الغذائي. عملية التنظيم الغذائي حيتزداد بحالة ارتفاع الهرمونات الغدة الدرقية، وتنخفض في حالة انخفاض هرمونات الغدة الدرقية. طيب النسبة الطبيعية مالتها، انه للشخص الرجال هي من 34 الى 37 كيلو كالوري بالساعة الوحدة. نضربها في 24 ساعة تطلع عدة النسبة. وبالنسبة للنساء هي من 30 إلى 35 كيلو كالوري بالساعة الوحدة. طبعا نضربها في 0.9 النتيجة. فمثلا شخص عندنا وزنه 79.5 كيلو جرام. الآن يقول احسب البادي ماس، الباسل ميتابوليك ريت فور 24 ساعة. فاحنا حتى نحسب ايش نقول 79.5 في 1 بالنسبه للرجال، وبعدين نضربها في 24 حتى نحددها خلال 24 ساعه خلال اليوم. فالنتيجه تطلع 1909 كيلو كالوري باليوم الواحد. بالنسبه للنساء، لو كان انه بدل ما نناولهم، فش نسوي؟ انه 79.5 نضربها في 0.9 هو الفاكتور الخاص بالنساء، وهي تطلع عندي نتيجة بالساعة الوحدة الطاقة المصروفة خلال ساعة، ونضربها بعدين في 24 ساعة حتى يطلع لنا الطاقة المصروفة خلال اليوم الواحد. التمرين هو أريدك مطلوب حساب بي ام ار الخاصة منك باليوم الواحد، سواء كنت طالب أو طالبة. فوزنك الضربة في، إذا كنت طالب ضربه في 24، وإذا كنت طالبة ضربي في 0.9 بعدين ضربه في 24. وأيضا هذا هو الواجب الرابع. طيب بعد احنا الطاقة قلنا نصرفها على شكل physical activity اللي هو النشاط البدني. تعتمد على النشاط البدني أو الوظيفة وأسلوب حياة الشخص. نقول لي نقسمها إلى أربعة أقسام رئيسية. الشخص العمل أساسي، طبعاً هنا عملك يعتمد على عملك، على وظيفتك، على حركتك خلال اليوم الواحد. أكو شخص قليل جداً الحركة وعديم الحركة. أكو شخص اللي يعتبر يصنف أنه مودريت حركة يعني عادية. أكو شخص يكون حرك very active، وأكو شخص أنه كثير الحركة يصرف جهد عالي. فبالنسبة للأشخاص اللي هم حركتهم قليلة، هنا نسبة الفيزيكال اكتيفيتي مالتهم هي 30% من يعني نحسب البي ام ار مالتنا، محسبناها ايش قد، فنضربها في 30% عفوا 30% من عدها نضربها في 0.3 تطلع الفيزيكال اكتيفيتي مالتنا. بالنسبة اللي شغلهم مودريت، يصنفون ضمن المودريت، نضربها في 0.4. بالنسبة لشغلهم very active 0.5، وللهيفي 0.6. هنا وقت طالب يسألني يقول لي زين انا شلون اعرف الاكتيفيتي مالتي
من ياسنت فنعرفها من خلال هذا الجدول. طبعا اللايت اللي هو السيدنتري اللي هم اوفيس وركرز اللي دول يعني اشخاص قاعدين ورا مكتب، المحامين، المحاسبين، الاطباء، الاساتذه او المدرسين وما شاكله، اللي ما يتحركون هواي، ما طاقة المدنية ما تصرف هواي، دول يعتبرون. طبعا هنا ايضا الصيدليات والى اخره وما شابه من هاي يعني الوظائف المتشابهه. فانتوا تقدرون تميزون هاي الوظيفه يعني اي وظيفه تشبه هذني الوظائف تعتبروها هاي وظيفه شنو؟ سيدنتري او لايت. مودريت اللي هم الطلبه اللي حضراتكم انتم تعتبرون طلبه. طبعا بالمناسبه هنا الشخص اللي يحسب الفيزيكال اكتيفيتي له اذا كان هو فقط طالب في سنه ضمن طالب، اذا كان يعمل عمل اكثر من عمله كطالب، تمام؟ مثلا ماينرز مثلا، او مثلا اكو شخص مثلا يشتغل في محل حلاقه، او يشتغل مثلا يعني يشتغل في عمل يصرف به جهد اعلى من جهده كطالب، فبنحسب له الفيزيكال اكتيفيتي، نحسب له العمل الثاني مو العمل الاخف، يعني نحسب للعمل الاثقل، العمل الاكبر، العمل اللي يصرف بطاقه اكثر، تمام؟ طبعا المودريت قلنا اللي هي اندستري وركرز، الفارم وركرز، الهاوس وايفز ربات البيوت، والميكانيكال يعني اللي هم ذات العمل الميكانيكي يشتغلون بالمعامل، الفري اكتيف والهيفي مثل ما تشوفوها قدام حضراتكم. طيب هنا ناخذ مثال يقول انه احسب الطاقه الفيزيكال اكتيفيتي لشخص وزنه 79.5 كيلوغرام، اذا عرفت بانه هذا الشخص هو ان اكتيف، ان اكتيف نصنفه ضمن اللايت او ضمن السيدنتري، فبالتالي نحسب له البي ام ار اللي هي بما انه هو رجل، فنضرب له نضرب وزنه في 1 كيلو كالوري لانه هو رجل، بعدين نضربها في 24 ساعه حتى نحولها اليوم، فطلعت عندنا النسبة 1909 كيلو كالوري باليوم. اذا هو بما انه هو ان اكتف فنضربها في 0.3، ايش اللي هو ان اكتف، فكمية الفيزيكال اكتيفيتي مالته هو 572.7 كيلو كالوري، تمام؟ كيلو كالوري. طيب نجي الى عندنا مثال هنا، احسب الفيزيكال اكتيفيتي لحضرتك. انا ما قلت لكم انتم تعتبرون بشكل عام ضمن التصنيف المودريت، بس الشخص اللي يعمل وظيفه اثقل يعني هي ضمن تصنيف الفيري اكتيف او ضمن تصنيف الهيفي ورك، هذه تاخذوها هي كاساس للفيزيكال اكتيفيتي، تمام؟ بس الشخص اللي فقط هو طالب وما يعمل اي وظيفه اخرى فيصنفها ضمن المودريت، تمام؟ فكل شخص معدكم اريد يحسب لي الفيزيكال اكتيفيتي له وايضا يرسل لي اياها بالواجب. طبعا الحساب اريد يقول طالب يقول لي شلون حسبها، المعادله تطبيقها مو فقط يعطيني ارقام، يرسل لي اياها بالواجب. طيب بعد شنو عندنا؟ عندنا الحراره الغذائيه نسميها، نسميها الحراره الغذائيه، الحراره تولد نتيجه العمليات الغذائيه، هي الطاقه المصروفه في ايض وهضم ونقل الطعام في الجسم وايضا البناء والتخزين، وطبعا هاي تحتل او تقدر بحوالي 10% من مجموع التمثيل الغذائي الكلي والنشاط البدني للجسم مجموعهم يعني، تمام؟ ولكن نسبته تقريبيه. ليش نسبته تقريبيه؟ هاي النسبه ما نقدر تحددها انها نسبه 100%، نعتبرها تقريبيه. ليش؟ لان النسبه الفعليه تعتمد على عده عوامل، منها كتله الجسم نحيف يعني بدون اي شيء يعني عظم وشكل، اذا وجبتك الغذائيه نوع الغذاء بها، مكونات الوجبه الغذائيه، وايضا حجم الوجبه الغذائيه، تمام؟ تستهلك هذه من كميه الطاقه الناتجه طبعا اللي نتناولها اللي هي كالتالي،
طبعا طلاب لا ازح معيكم، اريدكم تصححون الارقام. انا البارحه نزلت الباوربوينت بارقام بخصوص هذه الصفحه، صفحه 17، صحوا لي هاي ارقام النسب الطبيعيه. مثلا للبروتين، الدهون اللي هي تعطيني 9 كيلو كالوري، معدل الحراره المتولده نتيجه ايضها وهضمها ونقلها وخزنها داخل الجسم تقارب 15%. بالنسبة للكربوهيدرات 5%، بالنسبة للبروتينات 30%. في البروتينات تستهلك طاقة أكثر. بلا زحمة عليكم صححوا لي هذا. طبعا هنا أنا شوف أنها تستهلك هذه الكمية من الطاقة الناتجة للغذاء المتناول. مثلا إذا شخص تناول 100 غرام من البروتين، تمام، شخص تناول 100 غرام من البروتين، طيب نحسب انه ايش قد الطاقة اللي نحصلها من عنده. فنضرب 100 في 4، ايش قد تكون النتيجة؟ 400 كيلو كالوري. حقيقة هاي 400 30% تصرف منها في العمليات الهضمية وتمثيل غذائي والى اخره. تمام، ناخذ مثال. مثال احسب الطاقة الغذائية اللازمة للمثال التالي. نقول 10% من 10، يعني شو تمثل لي هاي؟ تمثل لي 10% من مجموع التمثيل الغذائي الاساسي والفيزيكال اكتيفيتي. تمام، فاحنا حسبنا البي ام ار وحسبنا بي اي بالامثله السابقه، ايش قد راح تكون هذه النتيجه؟ طبعا هذا المثال السابق، تمام، المثال السابق للشخص اللي وزنه 75.9. ف نجمعهم ونضربهم في 1.0.1، فتطلع عندنا النتيجة هي 2248.17 كيلو كالوري. هاي بالنسبة للمثال السابق. أنا أريد نعيدكم، أنتم أيضا تعتمدون على حساباتكم الشخصية بي ام ار والفيزيكال اكتيفيتي، وتحسبوا لي نسبة الحرارة المتولدة نتيجة في الأي الغذائي. تعرض لها الفرد بشكل منفصل عن الفرد الآخر. طبعا هو هذا السبب الرئيسي انه ما نقدر نحسب كمية الطاقة المصروفة بشكل عام. ليش؟ لأنه كل شخص له ظروفه، حسب الصدمة اللي تعرض لها، حسب البرودة اللي تعرض لها، حسب فترة الجوع إلى آخره. لذلك هاي الطاقة ما تحسب ضمن القانون العام. طبعا إذا أردنا نحسب الطاقة الكلية اللي يحتاجها الشخص، أو المعدل الكلي للطاقة اللي يحتاجها الشخص حتى يصرفه يوميا، نستخدم القانون التالي اللي هو نجمع البي ام اي مع الفيزيكال اكتيفيتي مع الطاقة الحرارة الغذائية، راح تطلع لنا الطاقة الكلية. ناخذ مثال السابق اللي احنا تناولناه. لاحظ انه الشخص محتاج 2729 كيلو كالوري طاقة يومية، فلذلك بالمقابل يحتاج انه يتناول غذاء يحتوي يعطي كالوريز بهذا المقدار. طبعا انا حطيت انزلكم ملاحق شلون تحسبون يعني بها بعض الأغذية اللي هي شائعة عندنا اللي نتناولها يوميا، وشلون نحسب من عندها الطاقة حتى الشخص اللي يحب يتبع حمية غذائية من هسه يبدي بها، يعني يتبع الجداول الموجودة بملاحق اللي حاسلها لكم، وهي هاي القوانين يقدر يتبع حمية غذائية، وهي أأمن حمية غذائية ممكن الشخص يقدر يحصل عليها. طبعا التمرين هو ان لكل شخص ايضا يحسب الطاقة اللي يحتاجها يوميا، الطاقة التوتال انرجي ريكويرمنت، حتى يشوف بالمقابل ايش قد يحتاج يتناول غذاء. طبعا هنا اكو ملاحظة انه خلال بودي ماس اندكس، اذا صنفنا هذا الشخص او انتو يعني صنفتوا نفسكم على انه مثلا شخص بيكم اوبيس او عنده زيادة بوزن، فانه ينقص من كمية الطاقة اللي يتناولها بمقدار 500 كيلو كالوري عن الطاقة اللازمة حتى يصير عنده، حتى يطبق الحمية الغذائية، اذا يطبق الحمية الغذائية بشكل صحيح. مثلا هذا شخص
المثال عندنا اعلى. اذا كان هو عنده سمنه تمام، فانه يحتاج من الطاقه بمقدار 2229، يعني 2700 ناقص 500 2200 حتى يطبق حميه غذائيه ويرجع وزنه الى الوزن الطبيعي. واذا بالعكس اذا كان لا عنده نقص بالوزن، هنا نزود 500 كيلو كالوري، نزود. يعني مثلا هذا الشخص اذا عنده مثلا انخفاض الوزن، او انتم مثلا حسبتوا لكم التوتال انرجي ريكويرمنت وانتم يعني قستوها بالبادي ماس اندكس اللي قاعد عندكم مثلا نحافه تمام، فحتى يرجع وزنك للطبيعي شو تسوي؟ تحسب الطاقه مالتك اللي تحتاجها يوميا وتزود عليه 500 كيلو كالوري حتى تطبق الحميه، وبالتالي يزداد وزنك ويوصل للطبيعي. نسأل الله ان ينعم عليكم بالصحه والعافيه والصيام مقبول ان شاء الله. نلتقي وياكم بالاسبوع القادم باذنه تعالى حتى نعرف تاثير الاغذيه على النظام التغذيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.